رائعة. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع صحيح؟ مزيان. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم واحد السلطه بالمكرونيه. هاد المكرونيه الرقيقه هادي كنحتاج فيها هاد نص كيلو ديال المكرونيه الرقيقه، كنحتاج فيها فلفله خضراء مقطعه رقيقه مربعات صغارين، كنحتاجو خيزو مقطع ومسلوق مقطع طريفات صغار، كنحتاجو فيه بصيله مقطعه هي رقيقه، كنحتاجو فلفله الحمراء مقطعه مربعات صغارين، كنحتاجو كذلك جلبانه حتى هي مسلوقه مع شويه ديال المليحه، وكنحتاجو ايضا الذره المايس، وكنحتاجو هاد الماركه ديال المكرونيه كما كتشوفوا هاد الرقيقه هادي. بعد ما سلقناها مع شويه ديال الملحه، غادي نحتاجو ايضا واحد لاصوص، ندير هاد المقادير هنايا ان شاء الله وندوزو نوجدو لاصوص حتى هي. على بركه الله نبداو الطريقه. البنات انا ما حددت لكمش الكميه شحال غادي نحتاج، كل واحد شحال عندنا غادي يستخدم الكميه. انا عطيتكم المكونات والكميه كتبقى عليكم نتوما شحال غادي تستعملوا. بسم الله. غادي نوضعوا خيزو، انا نص كيلو درت فيه زلافه ديال الخيزو مسلوقه، زلافه ديال الفلفله حمراء مقطعه رقيقه، زلافه ديال الجلبانه زلافه صغيره ديال الجلبانه، زلافة مع مراش ديال الفلفلة خضراء، واحد العلبة ديال المايس، وشوية ديال البصلة الخضراء قطع رقيق. دابا غادي نوضع هادشي في جنب وغادي ندوز نوجد لاصوص باش نخلط هاد المكونات هادي. بالنسبه للصوص البنات كنحتاج فيها مايونيز، نص كاس ديال العنبه ديال الخل اولا الحامض، انا ما متوفرش عندي الحامض درت غير الخل، شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق. غادي ندير واحد بسم الله واحد زوج ثلاثه، ندير 4 معالق ديال مايونيز، غادي ندير معاهم نص كاس ديال الخل. الخل والحامض كيبقى على الذوق ديالكم، الا كتحتاجوا انه يكون حامض بزاف ما يحتاجش انكم تكثروا، الا كتعجبكم الحموضيه كثروا. ندير معدنوس، هانتوما نخلط الخليط ديالي مزيان، زدت معاه شويه ديال البزار، شويه ديال المليحه، صافي ها لاصوص ديالي واجده. ندوز دابا نخلط المكونات كامله مع بعضياتها. بسم الله. غادي ندير هذا الخليط ديالي، نحاول انني نخلط غير بشويه بشويه، ما نقولكمش البنات كي كتجي في المنطقه رائعه، كتصلح هكا نقدموها مع الحوت، نقدموها لصحاب الريجيم يقدروا يصوبوها وياكلوها هي بوحديتها، كتجي في المذاق روعه.
تعجب الدراري الصغار انهم ياكلوا لنا الخضره، خيزو وجلبانه، كي ما كيبغيش ياكلهم ياكلهم بهذه الطريقه هذه. هانتوما كتشوفوا كيفاش جات البنات، المذاق رائع ما نقول لكمش. نتمنى تجربوها وتقولوا لي في التعليق كي جاتكم. هانتوما كتشوفوا كيفاش جات الصلاده ديالنا، جات غزاله ما نقولكمش، لا في المنظر ولا في المذاق ديالها رائعه. نتمنى البنات تعجبكم هذه الوصفه ديال هذا النهار، وكنشكركم دائما على التعليقات ديالكم وعلى المشاهده ولهلي خطيكم. وكما كنقول لكم دائما ما تنساونيش بجيم الفيديو وبالتعليقات الزوينه ديالكم، وشكرا شكرا لكم بزاف، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.